بكم وصباح الخير. تكم المناسك اليوم في منطقة غور الأردن. فار التمور يعد من أحد الأفرع الرئيسية في الزراعة الفلسطينية بعد فار الزيتون. مرحبا للجميع. طبعا مع بداية موسم قطف التمور احنا اليوم موجودين في منطقة غور الأردن. في عندنا اليوم في مناطق السلطة الفلسطينية ما يقارب 25,000 دونم. طبعا احنا يعني كل سنة بنلاقي انه في ازدياد مش اقل من 1,000 ل 1,500 دونم. يعني على سبيل المثال في 2005 كان في هاي المنطقة مش اكثر من 2,500 دونم. وهاي السنة بالذات يعني سنة مباركة راح يكون فينا انتاج مش اقل من 12 ل 13,000 طن. وهذا الفرع فرع مجدي جدا. يعني خلينا نقول في السابق كفرع الزيتون يعد كأحد الأفرع الرئيسية في الزراعة الفلسطينية. يعني طبعا الزراعة الفلسطينية تعتمد كحوالي مش أقل من 60% 65% المساحة المزروعة هي مثل ما قالوا زيتون. والسنة طبعا في إنتاج ممتاز في الزيتون. بس التمور يعني خلينا يعني في السنوات الأخيرة بلش يعني يمسك مكانته الرئيسية كأحد الأفرع الرئيسية في الزراعة الفلسطينية. 8,000 طن للتصدير يصدر لجميع شتى دول العالم من أستراليا لدول أمريكا لأوروبا حتى للدول العربية. قد عمل مكتب التنسيق والارتباط الريحة والأغوار بالتعاون مع الإدارة المدنية في يهودا والسامرة بزيادة القدرة الإنتاجية في بيت التعبئة، وذلك بسبب توفر الطاقة الكهربائية مع انعكاس بصورة إيجابية على بيت التعبئة. زادت القدرة الإنتاجية لآلة الفرز في بيت التعبئة من 10 إلى 20 طن يوميا، وتم تخزينها تم تخزين المنتج في الغرف التبريد، وذلك نتيجة توفر الكهرباء بشكل دائم ومتواصل. وبفضل زيادة القدرة الكهربائية لبيت التعبئة، هذه إحدى غرف التبريد التي سيتم استخدامها لتخزين التمور في هذا الموسم. هذا الشيء يعني بيكون شيء كثير ممتاز للجميع، لما في عندنا زراعة ممتازة، في عندنا شغل، في عندنا تعاون، في عندنا خلينا نقول كمان اقتصاد فلسطيني اللي هو كمان يعني بيتطور. بنهاية الأمر احنا نحكي عن حياة مشتركة، عن سلام وعن أمن، وهذا إشي مهم للجميع.